أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها في كل الظروف والأحوال باذلاً وسعي في استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق وأن أحفظ للناس كرامتهم وأستر عورتهم وأكتم سرهم وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله باذلاً رعاية الطبية للقريب والبعيد للصالح والخاطئ والصديق والعدو وأن أثابره على طلب العلم وأسخره لنفع الناس لا لأذاه وأن أوقر من علمني وأعلم من يصغرني وأكون أخا لكل زميل في المهنة الطبية متعاونين على البر والتقوى وأن تكون حياتي مصداق إيماني في سري وعلانيتي نقية مما يشينها تجاه الله ورسوله والمؤمنين والله على ما أقول شهيد مبارك لكم. تتمتعون بكافة الحقوق والامتيازات لما تعنيه شهادة البكالوريوس في الصيدلة، فألف مبروك. البسمة مرسومة على خدي، يا كثرة أفراحي ويا سعادي، من بعد كل هالسنين وصل وما في حد وما في حد هاليوم قدي. البسمة مرسومة على خدي، يا كثرة أفراحي ويا سعادي، بعد كل هالسنين وصل وما في حد حد هاليوم قدي. مفتخر في نفسي متعلم، حقي أي شي فيها أنا أحلم. اليوم كان حفل ترديد القسم لخريجي كليتنا العام الدراسي 2022-23. هذا هو التزام أخلاقي، توعية، إحساسهم يحسسهم بالمسؤولية الكبيرة اللي على عاتقهم. أكبر مسؤولية، احنا مو ننحاز لمهنتنا، أكبر مسؤولية على الصيدلي، الصيدلي يسمع للمريض. وأثناء القسم ومعاني كبيرة البي تحسسهم بأهمية وقيمة عملهم، وشون يكونون حريصين على أداء أفضل خدمة للمريض لتطبيق ما تعلموه في حياتهم الدراسية. احنا هاي الدورة اللي من طلابها شاركوا في حصولنا على أعلى اعتمادية، وهي اعتمادية دولية البرامج الصيدلانية الأمريكية، وبذلك أنه هذول يعني أيقونة شغلنا، أيقونة عملنا ما سنين جسدت بهاي الدورة، فألف مبروك لهم. هذه المناسبة صارت بعد عيد المعلم، فنبارك لكل التدريسين في كليتنا ونتمنى لهم دوام التوفيق والسداد، ونتمنى طلابنا اللي هسه حيكملون دراسات يعرفون شنو دور المعلم، ويكونون حريصين على احترام وتوقير من درسهم ويعظموه دائما في امورهم. اسمي صباح سلمان، خرجت 2023 جامعة المستنصرية اكيد. شعورنا اليوم شعور والله كلش حلو ما يوصف، يعني حتى احلى من يوم الصورة اصلا، ويعني كلش حلو ترديد القسم والعميد موجود، ويعني فخورين بنفسنا كلش والله، ويعني كل سنين التعب والها يعني حرفيا ما ضاعت ببلاش. يعني والله شعور حلو، طبعا شفنا زملائنا وشفنا سياده العميد دكتور مندر، وباركنا له على الانجاز اللي قام به من الاعتماديه والاعتراف الدولي اللي صار، يعني كمعجزه الكليه من كليات العراق مثل كليه الصيدله جامعه مستنصريه، يعني نتحدث عن اول كليه بالعراق تحصل الاعتماديه الامريكيه.
وهاي مبارك إلنا وللكل إن شاء الله اللي يتخرج منا واللي راح يتخرج منا. البسمة مرسومة على خدي يا كثرة أفراحي ويا سعدي، من بعد كل هالسنين وصل وما في حد ما في حد وما في حد هاليوم قدي. البسمة مرسومة على خدي يا كثرة أفراحي ويا سعدي، بعد كل هالسنين وصل وما في حد ما في حد ما في حد هاليوم قدي. مفتخر في نفسي متعلم حقق أي شي فيه أنا أحلم، مفتخر في نفسي متعلم حقق أي شي فيه أنا أحلم، وبلدي اللي لها علي أفضل ما راح أوفي مهما أتكلم، جاهز أعطيها الوطن حقا حقا لأنه ما قصر ولا بقى شي عشاني. اليوم كان كلش حلو، شعرنا حلو، العميد كلش كان حلو ويانا من البداية، من 5 سنين يعني هو من الثاني احنا كان ويانا، رحلتنا حلوة موفقة وباركونا ويا هالدكاترة، وكلش فرحنا بهذا اليوم ويوم التخرج همين كان كلش حلو، اليوم احلى فرحانين وكذي يعني مشتاقين للكلية. فرحانين شعور حلو بدون دراسة خلصنا كنت فرحانين فرحانين بالتخرج لو بالقسم لا قسم لأن حسنا احنا صدق صيادلة خلاص. البسمة مرسومة على خدي يا كثرة أفراحي ويا سعدي، بعد كل هالسنين وصل وما في حد ما في حد ما في حد هاليوم قدي. مفتخر في نفسي متعلم حقق أي شي فيه أنا أحلم، متعلم حقق أي شي فيه أنا أحلم، وبلدي اللي لها علي أفضل ما راح أوفي مهما أتكلم.